السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان الحمد لله. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بفيديو جديد ووصفه جديده. غادي نصايب معكم اليوم واحد الزيت ديال الخرقوم او الكركم اللي مزيانه بزاف في البشره البنات، كتحيد النماش وكتوحد اللون وكترطب البشره. ان شاء الله بقاو معايا باش تشوفوا المكونات اللي غادي نحتاج وكيفاش غادي نصايبها ان شاء الله. وهنا البنات غادي نقول لكم المكونات اللي غادي نحتاج لهذا الزيت. المهم الزيت هذه راه ساهله بزاف البنات، ولكن الفوائد ديالها صراحه شي حاجه اللي مزيانه بزاف في البشره. المهم عندي هنايا الخرقوم او الكركم كما شفتوا اللي غادي نطحنو ان شاء الله، ونقول لكم شحال غادي نستعمل. وعندي زيت نوار الشمس. المهم اي زيت غادي تقادوها في الدار البنات من الاحسن ديروا هذا الزيت هذه ديال نوار الشمس، هي اللي مزيانه بزاف. وبقاو معايا ان شاء الله باش نقادوا الوصفه ديالنا. وغادي نصايب معكم الزيت ديالنا البنات بسم الله على بركه الله. المهم غادي نحتاج هذه القرعه ديال الدجاج، اي قرعه عندكم البنات تقدروا تستعملوها، غنقيوها مزيان ومسحوها ما يكون فيها الماء. وغنحتاج في الخرقوم اللي طحنت كما شفتوا غادي نحتاج واحد جوج معالق كبار، والزيت غادي نحتاج واحد كاسونس بسم الله. كاسونس البنات كما شفتوا الخرقوم كما قلت لكم مع جوج معالق كبار. المهم هذا راه عبرتو بسم الله. غادي نحرك مزيان هذا الخليط. وهنا البنات غادي نحتاج الماء طايب اللي حطيت في الكاسروم كما شفتوا، غادي نحط فيه ان شاء الله القرعه ديال الماء. صافي المهم كما شفتوا معايا كنخلط كل شيء مزيان، وغادي نسد القرعه وغنحطها في هاد الماء طايب وغنردها فوق البوطه على عافيه مهيله بزاف البنات. ضروري تكون العافيه مهيله مده نص ساعه البنات، ونرجع لكم ان شاء الله. والزيت ديالنا البنات كما شفتوا خليتها فوق البوطه مده نص ساعه كما قلت لكم على عافيه مهيله بزاف. غادي نزيد معها البنات واحد شوي كوك ديال الزعفران شعره، غير واحد شوي كوك البنات. الا كاين عندكم، الا ما كاين راه ممكن تخليو الزيت ديالكم غا هكاك راه مزيانه بزاف. المهم هذا القياس بسم الله. غادي نعاود نخلط وغنسد هاد القراعه هادي ونخليها البنات مده 3 ايام تحت البوطاجي. المهم نخليها 3 ايام تطلق مزيان، وعاد نعاود نرجع معكم ان شاء الله باش تشوفوا معايا الشكل النهائي ديال هذا الزيت. وهنا البنات الزيت ديالنا وجدات كما شفتوا معايا، بعد ما خليت هذه القرعه هذه خليتها فيها مهم 3 ايام تطلقات مزيان كما شفتوا، وغادي نديرها في هذه القرعه بسم الله.
بسم الله. غادي ندير هاد القراءة أخرى. صافي غادي نصفيها كاملة في هاد القراعي، وهذا هو الشكل النهائي ديال الزيت ديالنا البنات. ان شاء الله نتمنى تعجبكم وتجربوها ان شاء الله، وتردوا عليا في التعليق ديالكم الزوينين. كما كتعرفوا الخرقوم والفوائد ديالو صراحه، راه هاد الزيت هادي راه مزيانه بزاف في البشره، كتنقي البشره وكتحيد النماش وكتحيد الكلف، وان شاء الله الطريقه ديال الاستعمال ديالها مهمه البنات. كل ليله كتغسلوا وجهكم مزيان وتنشفوه، وكتهزوا شويه من هذا الزيت كترشوه هكا على وجهكم واحد القياس البنات، وديروا هكا واحد المساج خفيف لوجهكم، واخا تنعسوا بها البنات حتى الغد ليه وعاد تغسلوها. ان شاء الله الا ما نفعتكم راه ما غاديش تضركم، كما قلت لكم كتخلي البشره رطبه وكتنقيها مزيان. تقدروا ديروها لاي بلاصه في الجسم ديالكم ووجهكم، وان شاء الله نتمنى تعجبكم وتردوا عليا في التعليق ديالكم الزوينين، واللي الله يخطيكم عليا. والا عجبتكم هاد لا فيديو هادي ما تنساوش ديروا جيم، وبالسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.